ولكن خلينا نطلع نشوف كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بيلقي كلمة لأعضاء الجمعية العمومية، ماذا قال؟ ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة. احنا ممكن نلتقي النهاردة في بعض المواضيع كانت معروضة على حضراتكم. المواضيع دي هتكون بعد بس ما تعلن النتيجة، هتكون من يعني تعود مرة تانية لمجلس إدارة اللي هو بيتشرف ان انتوا يعني ادتونا ثقتكم. الثقة دي ثقة كبيرة جدا جدا. في بعض يمكن من أعضاء مجلس إدارة قبل ما أكمل كلامي، في ظروف، في ما حضرش الأستاذ خالد مرتجي أمين الصندوق المهندس خالد مرتجي، لكن هو داخل معانا على زوم. في برضو بعض الزملاء مش عارفين ما قدرناش نتواصل معاهم عشان يخشوا معانا على الزوم. المهم في الجامع دوت اللي احنا فيه النادي الأهلي بيمر لمرحلة حلوة الحمد لله وصعبة. النادي الأهلي تعود إن شاء الله أي مشكلة موجودة بتتحل ما بين العائلة الواحدة والأسرة الواحدة. كمان الشيء اللي أنا عايز يعني أقول لحضراتكم عليه إن إحنا الحمد لله عندنا فرع الجزيرة ومدينة نصر أو مقر الجزيرة ومدينة نصر، عندنا أهلي الشيخ زايد، عندنا أهلي التجمع. التجمع بإذن الله في غضون شهرين تقريبا، اذا ما كانش قبل كده هيكون في زي نوع من انواع يعني زي بيقولوا كده في البث التجريبي، يعني عايزين ان شاء الله في خلال اسبوعين من دلوقتي هيكون في التشغيل التجريبي بالنسبه للتجمع ان شاء الله لغايه ما يتم الافتتاح الكامل باذن الله. النادي الاهلي الحمد لله ميزانيه كويسه، النادي الاهلي الحمد لله عنده نجاحات ورعايه بارقام الى حد ما معقولة كويسة، لكن احنا بنطمع دايما يكون احسن من كده ان شاء الله، لان مصروفاتنا كتير. عندنا ايرادات الحمد لله رب العالمين، لكن فعلا مصروفاتنا كتير جدا. علشان كده عندنا رؤية للسنوات القادمة باذن الله ازاي نزود ايراداتنا بحقوق وبابتكار لحقوق غير الرعاية الموجودة، عشان ان شاء الله ندخل موارد تانية بإذن الله إذا ربنا وفقنا. يعني احنا هنسعى في ده وبإذن الله نطلب من الله التوفيق. يعني تاني مرة تانية برحب بحضراتكم كلكم، بشكركم كلكم على الحضور، واسيب بقى لدكتور سيد حسين يكون هو يتولى إدارة الموضوع. شكرا، السلام عليكم.